والله كمواطن إن شاء الله تكون خطوة كويسة لرفع كاهل الفقر والمعاناة على الشعب الليبي، وخاصة في ظروف يمر بها البلاد. ونحن عندنا ثقة في القيادة العامة، وإن شاء الله نحن كلفناها بأمورنا وبأمور البلاد. دبنا الحل في صالح المواطن، يكون المواطن حتى كويسة وضع كويس. والله إن شاء الله خطوة مباركة، وان شاء الله ربي يوفق الجميع. والله ان شاء الله ان شاء الله اني ما يمشيش الميليشيات، اهم حاجه ما يمشيش الميليشيات، اهم حاجه يجي لي المواطن الراقد الريح اللي راجي في اخر راتب باخر الشهر وما يلقاش فيه بالثلاث شهور واربع شهور. والله كان مشان الاتجاه الصحيح، لا الحمد لله فضل ونعمه من رب العالمين، هذه فيها حتى صلاح البلاد والوطن. خطيه ما ردت اخرى الميليشيات وردت، لا لا استر الله اللي ما نقول أكثر منك. أهم حاجة الجيش، أنا بس ما نقول لك الجيش ما يتباعد على أي مشهد. الجيش هو اللي أسس الدولة وأسس الوطن وأسس جميع المؤسسات، ما نهمشوش في الحلقة الأخيرة يعني، هذه بس احتراما لأرواح الشهداء. إن شاء الله تنفرج علينا، وإن شاء الله أمور ليبيا تكون طيبة، وما نبو شيء، نبو غير الجيش ونبو الامن والامان، واهم حاجه ثروه البترول ما تمشيش للميليشيات وتمشي للناس اليوم.